لا احنا ماتش نول سي ان بوان بوزيتيف بور نو الحمد لله. كما شفتوا كانت مقابله صعبه بالنسبه لنا لا بالنسبه لهم حتى هما. احنا كنا باغيين نشوفوا المستوى ديالنا فين وصل منين بدينا لا كومبيتيسيون. الحمد لله الدراري في تحسن، الجروب حتى هي مجموعه في تحسن، كنزيدوا نشتغلوا ان شاء الله. مازال خاصنا نزيدوا نشاهدوا سور دي بوان اللي خاصنا نعالجوهم. درنا اون انتام دو ماتش شويه ان بو ديفيسيل، ماركاو لينا عاد فقنا شويه. ابخي دخلنا في الماتش الحمد لله، ما خليناهمش يلعبوا على الكره، حنا حاولنا نلعبوا البالون ديالنا. الحمد لله جا البيت ديال التعادل، كنا نقدروا نزيدوا نماركيو، مي بون هذا هو الفوتبول. ماتش نول حتى هو سي انكوراجون بور لا سويت ان شاء الله، ودابا غادي نتكونسونطراو باش نمشيو نجيبوا شي نتيجه ايجابيه من طنجه ان شاء الله. I felt like we did a very good job. Everyone was hungry to play. From the beginning of the game, we played well. It was unfortunate that we conceded a goal in the beginning, but we came back. We showed heart. دراري عندهم القلب ورجعنا، وفي الاخر ما كانش عندنا الزهر باش نكملوا، ولكن الحمد لله. دابا خصنا ننسى على هذا الماتش ونبداو نخمو على الماتش الجاي في طنجة، وان شاء الله جود لك تو اس. انا بعد الحكم صراحه صفر شي اخطاء اللي ما كاينينش، كنا نستاهلوا انتصار في هذه المقابله ضد فريق اللي منظم. ايوا نعوضوا هذه جوج نقاط اللي ضيعنا داخل البلاد ان شاء الله في مقابلات قادمه ان شاء الله. كنبغي نحيي بعد الجمهور ديالنا اللي عاوننا بزاف، وكنعتذروا ليه على عدم تحقيق النتيجه ايجابيه. كنتمنى ان شاء الله نعوضوها في الدورات المقبله ان شاء الله.